بالنسبه لهذا العام، العام كما كنقولوا حنايا الحريفيه كنقولوا العام مشى، لحقاش البيريود ديالنا فاش كنخدم اللي كنخدموا فيه هو شهر كيبدا من شهر 3 حتى لشهر 9 وقولي حتى لشهر 10 كاع. هذا العام ما خدمناش، شهر 3 راه كان هذا المرض ديال كوفيد ما خلاناش كاع فين نخدموا، وحاليا راه الخدمه عندنا محبوسه، يعني ما كاين لا عراس لا والو، وما يمكنش لينا خدمه، خاصنا حتى حنا نطبقوا هذا الحجر الصحي اللي دايره الدوله، وفرق كبير. والدليل انني انا الزيرو ديال المحل، انا اللي خدام دابا، يعني خدامه هما مريحين، ما كاينش باش غادي تخلصهم، غادي تجيب خدامه خاصك تخلصهم بجوج. عندي جوج خدامه كيخدموا معايا هنا، وعندي اربعه الخدامه كيخدموا في العراس، يعني ما كاينش باش غادي تخلصهم. انا المحل دابا انا مكلف به بوحدي، انا لا عندي ماتيريال، خسروا ليا واحد لينيتي سونترال راهم حاطه منيت دابا تما، يعني في ذاك البيريود اللي سدينا فيه ديك 3 شهور تما في الماتيريال كان الضغط خسر، والماكينه كان وقع ليا واحد لامبان ولكن عالجته، جت تكنيسيا هنايا وعالجوا ليا، يعني وهذا الشيء كله كيطلب مصاريف، راك كتعرفي انك تجيب تكنيسيا خصك تخلصو باش يريباري لك المسائل ديالك، وانت ما عندكش مدخول، المداخل يعني قليله. طبيعه الحال هذا العام مشى، الا كان شي حاجه حنا كنتسناو دابا الدوله واش غادا تطلق لينا نبداو نخدموا مشهر واحد، باقي لحد الساعه ما عرفناش. لكن حجر الصحي الاغلبيه ديال المهنيين غادي يحاولوا يسدوا المحلات ديالهم ولا يحاولوا يديروا شي حرفه اخرى، مني انا وجبد، يعني انا من راسي انا الا كان الحجر الصحي غادي نقلب شي حرفه اخرى، ما يمكنش هي باش غادي تعيش ولادك. والدوله لحد الساعه باقا ما دارت معنا والو، رغم سميتو المحاولات اللي دارتهم الفيدراليه ديال المهنيين مختبرات التصوير، وكاينين الفيدراليات الاخرين ديال ممول الحفلات حتى هما دايرين المحاولات ديالهم، ولكن لحد الساعه باقي ما كاين والو. على الاقل كنا عطاونا غير شي امل انك غادي تبدا مثلا شهر واحد ولا شهر جوج، راه بنادم كيبدا عنده باش يروج، هذوك كما كتقولي عربون تقدر تروج به، ولكن لحد الساعه ما كاين والو. وخصوصا مختبرات التصوير راه هذه دابا جايه لشي 8 سنين، المداخل ديالهم راه ما كتعتمدش على سال دو بوز، فهمتي؟ المداخل ديالهم 100% كتعتمد على الاعراس، والاعراس دابا الا وقفوا الاعراس يعني كتحكم على المختبر التصوير انه يسد ولا يموت. بالنسبه للدخول المدرسي كنقول لك الاقبال ما كاينش، لحقاش الناس الاغلبيه سمعوا هذه القضيه ديال التدريس عن بعد، وسميتو الاغلبيه باقي ما زاعمش، واللي عنده شي صوره كما قلتي قويله، اللي عنده شي صوره راه كيجي كيقول لك عخرج لي على اربعه، حنا انا كنتيرو ثمانيه تصاور صغار، كيجي كيقول لك خرج، علاش كيقول خرج لي اربعه؟ حتى الامكانيات ما عندوش باش يخرج. عوض 30 درهم حيت الصوره دابا 30 درهم، دابا شي عامين دابا دايرين حنا 30 درهم، يعني عوض يقول لك كيقول لك خرج لي اربعه باش يعطيك 15 درهم، فهمتي؟ وحنا ما يمكنش لي انا ندير نخرج اربعه ولابو اخر حدايا كيخرج ثمانيه، يعني انا غادي نولي بحال كنطيح السوق على السيد الاخر. اللهم ثمانيه، كل شيء دايرين ثمانيه. الامنيه الوحيده انهم يطلقوا لينا خدمه، حيت هذا الدومين ديال العراس راه ماشي انا نتضرر به، راه كيبدا من مول النعناع، مول الربيع، مول البصله، غادي راه هي سلسله، واحد السلسله كتكون شاده ببعضياتها. الا تضررت انا كيتضرر مول الخبز، مول الدجاج، مول اللحم، الناس الطيابه، مولات الميناج، شتي حنا راه كنقدروا نكاليو شويه، يعني كاينين الناس متضرر كثار منا، مساكن الطيابه راه كتعتمد على داك الشيء، النقافات كما قلت لك، النقافات، السربايه، الديجيه، الاوركسترات، المسمعين حتى هما، يعني سلسله متراصه، يعني كل شيء، واصحاب القاعات حتى هما. راه كاين اللي كاري مسكين ب 8 8 وكاين اللي كاري ب 10 كاين اللي كاري ب 4، هذاك الشيء اللي كنتمناو شي حل من عند الدوله، ان تشوف لهذا القطاع، تشوف من حاله. احنا ما كنقولوش، احنا ما كنسعاوش، ما كنقولوش يعطيونا واحد الدعم ولا شيء، ولكن طلقوا لينا خدمه، احنا بغينا خدمه ونخدموا بكرامه. اما باش نتسنى انا واحد الدعم من عند الدوله وتعطينا ونبقى حاط يديه، كتسمى سعايا هذيك، انا ما كنتسناهاش. ها غنخدموا بدراعنا، اعطيونا واحد النسبه 50% ونطبقوا داكشي اللي دايره الدوله، وهذا الشيء اللي كاين ان شاء الله.